اها والفطور عندي شغل ودواك. مظبوط، كان في علبة بالغرفة، تعرفي وين انت؟ ما عم لاقيها. لا بس ما بيصير، لازم تاخذ الدواء. بعرف هلا بلاقي حل. ايه تمام، اقعد على السفرة كلك لقمتين وبعدين بتروح. والله عندي كتير شغل امي. جنكيز وقادر اجوا؟ اجوا واقفين برا ناطرينك. تمام، خبري اخي انه السيارة معي. السلام عليكم. اهلين. السلام عليكم. اهلين يا اخوال. وعليكم السلام. اهلين. يعطيكم العافية يا شباب. مفاضيلك اسكندر. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يا ابني اشتقنا لك. إذا جاية من شان مصاري الغراب فالشباب رح ياخدوها ورح تنحط بالبنك على أنها ورثة حسن. قولك صحيح أنت حليت موضوع الأوراق تبع الكاتب بالعدل ما؟ ايه منيح عظيم. خير إن شاء الله، شو ما رح توقف فوق راسي؟ لا لا، أنت لما أخذت أمري وعدت بنفسك أساسا. الموضوع عندك، أنا أجيت من شان شي تاني. كرمال شو؟ عم قول خلينا ننهي هالشراكة بيناتنا، أنت ما كتير بتحب هالقصص، وهي أنا حررتك منها. غريبة والله، يعني هلأ قررت تحل عني؟ إيه، الإنسان ما بيقدر يشتغل وهو خايف ينطعن بظهره دائما، ما هيك ابني؟ ومن شان هيك أنت ضبضب كل شي بيخصك له علاقة بالشركة اللي فتحناها، وأنا بستلم إدارتها. يعني بفهم منك لقيت حدا تاني ترمي قدام الغرام. لقيت، وما في أحسن منه. صحيح ما بيشغل مخه مثلك، بس بيفهم بالمحاسبة. والأهم من هذا كله، ما أنه ناوي يطعني بظهري أبداً. شاب مرتب ما بيشبهك. إيه، مو كل الناس مثلك، في ناس مفتحة مخها وبتشغله. مين من كان ضحيتك الجديدة فأنا شفعان عليه كتير، لأنه رح يدفع ثمن ثقته فيك. مين هو؟ خليني حذره. رح تعرفه، مانو حدا غريب. بعدين خلص لا تغار من شريكي، أنا منحتك هاي الفرصة بس أنت ما عرفت تستغلها منيح. ناطر الأوراق لا تتأخر. شو اللي عم تحاول تعمله هالمرة؟